اصلا الدعوه بتاعت طلع نور لمواجهه التحرش جزء من شغلنا، متاكدين ان الاماكن المظلمه والبؤر الغير امنه في الشوارع، عدم وجود رجال امن، عدم وجود اناره كافيه، يعني الشكاوى اللي بتجيلنا في المبادره وخلال الناس بتتعامل معاهم حالات طول الوقت بتقول لك كنا ماشيين مش عارفه ايه مره الحته الضلمه، يعني طول الوقت عندنا جمله الحته الضلمه، في حين اعمده الاناره بنشوفها الصبح زي الفل كلها في مصر كلها شغاله وزي الفل. طب ليه ما فيش اناره؟ دي خدمه عامه، دي مواصلات، الناس بتدفع فلوس عشان تاخد الخدمه دي، دي مش خدمه ببلاش الدوله بتقدمها لنا بالمناسبه، تاخد عليها فلوس، ليه ما بيدينيش خدمه محترمه في المقابل؟ يعني هو هيقبل ان السلم اللي انا بمشي عليه ده كله عشان اوصل للمترو يبقى من المستوى ده من القذاره دي؟ يعني انا اسف الفيديو مش هيطلع الريحه اللي احنا شميناها واحنا واقفين في قلب محطه مترو السادات منزل طلعت حرب، يعني انت بتتكلم على بؤره وسط البلد. المظلم وبقيه الممر مظلم، هو مش فارق معاه ايه ده؟ الكورنرات هتفضل منظمه زي ما هي وهيفضل فيها تحرش زي ما هو، المشكله مش في حاجه. لا كمان انت ما سمعتش الطفل اللي قال لك احنا اللي فاتحين الباب الصبح. ده على طول. ازاي يا ابني؟ قال لك بزق الطفل طوله كده، بزق الباب كده بيتفتح، باب المترو هم اللي بيفتحوه الصبح. اطفال بلا مأوى، اطفال بلا مأوى. يقول لك اصل الدنيا بتبقى برد فهم حاطين دلوقتي لهم عمل كمان. بقى لهم مأوى ولهم عمل، يعني دول المفروض شركة المترو مطالب انها تديهم رواتب. بصي على كل الاماكن اللي بتبقى منورة والمكان ده الوحيد اللي منور في المترو اللي هو الكشاف ده، ما ينفعش خالص 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 اسيب كل الناس عرضة للتحرش الجنسي والاغتصاب وللسرقات ولكل المضايقات اللي ممكن تحصل في الدنيا علشان حضرتك مهتم تحت بالرصيف بس وسايب المكان اللي هيوصلني للرصيف. زي بالظبط انت مهتم بانك تعملي عربيه سيدات علشان ما يتحرشوش بيا فيها، لكن من هنا لحد ما اوصل عربيه السيدات اللي حضرتك المفروض مأمنها لي، ودي مش مأمنه ولا حاجه لانه كمان بيركبها معايا رجاله ولما بعترض ببقى انا المذنبه. انت المفروض تامن لي الطريق لحد عربيه السيدات، تامين الطريق لحد عربيه السيدات يبتدي على الاقل يعني من اقل حقوقي كمستهلك للخدمه دي وبدفع عليها ضريبه وحضرتك بتقبض مرتبك منها، ان حضرتك تامن لي المكان لطريق امن نظيف ومنور ما احسش فيه بالامان وما بقاش ماشيه جنب الحيطه وبمد خطوتي جدا علشان اعدي الحته الضلمه بسرعه. ضلمه في قلب المترو، يعني مدخل زي كده في مكان حي زي التحرير صعب قوي ان نمشي فيه في الضلمه دي، يعني لو في احداث اي حاجه هيبقى صعب علينا نمشي كده. ايوه انا ساكنه في التحرير وبعتمد بشكل اساسي على المترو، فاني كل يوم اعدي مرتين من مكان ضلمه وريحته وحشه دي حاجه سيئه، خصوصا ان هو مرتبط بميدان التحرير اللي هو الثوره. يعني اتحمست جدا للحمله ونفسي فعلا ان حد يعني يعمل حاجه لما تشوف منظر المترو كله مضلم، حاجه غير ادميه. افكاري ان احنا نحاول نضغط على هيئه المترو ونحاول نعمل احنا حاجه، مش عارفه بس يعني المفروض نتحرك اللي انا عرفنا. فوضى هي اللي بتخلق التحرش، وده في الاول وفي الاخر اهمال من الحكومه، اي حكومه كانت سواء كانت حكومه مبارك او حكومه محمد مرسي. ما ينفعش مترو جنب التحرير يعتبر في التحرير ويبقى ضلمه. انت كده بتقول ان اللي مش عايز يتحرش يتحرش.